نحن اليوم قوة مجندة على الأرض، قادرة على البطش بأي عدو وإلحاق الهزيمة به، وبعون الله سنرفع رايات دولة الخلافة في أقاصي الأرض. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! واليوم أحببت أن أبشركم بما تتوق له نفسي وأنفسكم منذ أمد بعيد، فقد وصلتني أوامر أمير المؤمنين أبو بكر القرشي حفظه الله بإعداد العدة لبدء الهجوم الكبير. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! بالتأكيد الهجوم سيكون نحو الموانئ النفطية، فالقوات هناك قليلة العدد وضعيفة. الجنوب مكان الهجوم سيفاجئكم جميعا. الهدف القادم هو مصراتة. مصراتة؟ لقد ظننا أننا سنهجم شرقا وليس غربا. كلامي ليس انتقادا لأوامر أمير المؤمنين، حاشا وكلا أن أفعل ذلك، ولكن هل من الصواب غزو مصراتة الآن وهي تمثل العقبة العسكرية الأولى لنا في البلاد؟ لماذا لا يكون هجومنا شرقا؟ لدى أمير المؤمنين حنكة وبعد النظر لا يفهمه الإنسان العادي للوهلة الأولى. نحن اليوم نمتلك من القوة والعتاد ما يمكننا من غزو أي مكان نريده وتدمير القوة المحيطة به. ستفاجئكم الخطط التي رسمناها من أجل هذه الغزوة، وستبدي لكم الأيام ما كنتم تجهلون. دولة الإسلام باقية! دولة الإسلام باقية! باقية وتتمسك بعون الله. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر!